يلا خد امسك نفسك شويه. الحمد لله راك يا فواز. امسك اشرب دول بالشفا ان شاء الله. يلا الحمد لله. سو ربنا انا فرحان فيك. المهم انت عملت معاهم ايه؟ عامل ايه؟ عملت عبيد طبعا، الكتره تغلب الشجاعه. ايه؟ تمسك نفسك شويه يا فواز. ايوه المثل بيقول من خاب سلم. والنبي ارحمني من امثالك ده يا حاج. صحيح. اخرة خدمة الغز علقة. ايه هتيجي ما تقلقشي. شفت اهي فاجئتنا. صباح الخير يا حاج. صباح الخير يا حاج. نور عايزك يا واد مرسي. هذا حاج خير يا حاج. في ايه؟ اخبار بنتك يا شفا؟ الحمد لله يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الاجتماع ده علشان صفقة كبيرة معروضة على الشركة. اختصار الصفقة دي فيها فلوس كتير واسم الشركة هيترفع فوق. بعد إذن قطع كلامك يا حاج، هي الصفقة دي عبارة عن إيه؟ حلو السؤال. يرحم الله يا حاج. جيب لي برشامة تانية. ارحمني بقى من البرشامة ده والنبي. ارحمنا وارحمكم. بسم الله الرحمن الرحيم. دي مجموعة توكيلات لمجموعة شركات من بره مصر. هياخدوا 70% من إنتاجنا السنوي، يعرضوه في دول جنوب شرق آسيا وبعض الدول الأوروبية بأربع أضعاف الثمن. أيوة بس مش 70% من إنتاجنا كتير شوية يا حاج. وده الكلام اللي أنا قلته للحاج يا ابني. بس هي بصراحة صفقة مغرية. ما هو ده اللي مخلينا أفكر فيها. يبقى بقى لازم نشتغل عليها ونفصصها كويس قوي. طب ما أنا جامعهم النهاردة عشان كده. وإحنا جاهزين يا حاج. جاهزين إيه يا خناقة ولا إيه؟ اقعد يا ابني اقعد. أنا بقول لكم روحوا اضربوا حد. زكي قوموا يا حاج. عايزك تاخد ورق المشروع ده تدرسه صح، القانوني منه، الثغرات والمشاكل، فاهمني؟ 24 ساعة. صعب قوي يا حاج. امال ايه اللي جاهزين وقومنا؟ اعتبره حصل. مرسي قوموا يا حاج. اسامي الناس اللي عندك دي عايز اعرف كل البيانات بتاعتهم وبيتعاملوا مع مين في مصر، يعني مين اللي يعرفهم في مصر. تهمني قوي دي يا مرسي. ها 48 ساعة. تحت امرك يا حاج. كده بقى يا حاج نتفرغ انا وانت وربنا يعيننا على الراس الكبيره، نخلص ونجيب اخره. حماك العزيز طبعا. انا ورانا غيره. يا ريتنا ما جبنا سيرته. شو اخبارك يا فاتيا؟ بابا ايه يا روحي؟ الحقنا يا بابا، وين كنت كل هالوقت؟ انا بهدلت غيابك يا بيي. مين بهدلك يا روحي؟ شوف يلا حصل في مايا. لك شو صار؟ احكوه. طلع مجوز ثلاثة غيري يا بيي. ثلاثة؟ فواز الصياد طلع مجوز غيرك ثلاثة وعلى زنته؟ لا 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 انا ماني مصدق على الحكي. شو فاكر حاله ديك البرية؟ شفت هالكذاب النصاب شو عمل؟ صياد؟ لا طلع صياد ماهر وعرف يحطنا بالشبكة بيناتهم كلهم. عجيبة وغريبة. دايما بيذكر ربه وش حادي وراه بالسجادة وبعدين بيحكوش اسنانه بالمسواك وما بيسلم على الستات، يطلع متجوز ثلاثة. لا 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 شو كان بيكذب علينا وليه مخبي هالسر؟ مثل ما نحن خبينا عليه انه كنت مخطوبة. وكيف عرف انك كنت مخطوبة؟ لك طلع عارف كل شيء. هيدا انسان مش هين يا بيي. يلي فكرنا موسى طلع فرعون. انا مش رح اقدر استحمل هالشغله. ولك هيدا مجوز كوارث، هو او رح يجننوني او رح يموتوني. لازم شوف لك صرفه معه. روح احكي معه. روحوا يا جماعه روحوا، خلينا نفكر بعقل وحكمه. شو بدي روح اقول له انت متجوز ثلاثه وبنتي الزوجه الرابعه؟ حيقول لي يا سنين بيه الشرع محلل لي اربعه. والشرع محلل لي بالطلاق. لا يا حبيبه قلبي يا مايا ما تغلطي يا روحي، هلا ما في طلاق. خلينا نفكر ونتكتك بهدوء. اخو المحلوشي طلع فيه عرق لبناني. مستنيه ايه يا روح امك؟ لما جوزك عينه تزوغ على واحده تانيه
ويدور حواليه ما يلقاش غيرك يطلقها. ياما حرام عليكي ما تقوليليش كده. فواز لا يمكن هيطلقها. بأمارة ايه يا حبيبتي؟ على راسك ريشة؟ على ايديكي نقش الحنة؟ يا بنت يا بنت ده انا خايفة عليكي. فواز ما بيطلقش من واحدة خلف منها. انا عارفاه كويس. وبعدين انا حاجة تانية، ده هو اللي مخليني احط لهم كلهم حبوب منع الحمل عشان ما يخلفوش. ده انا ستر وغطاء، مش ممكن فواز هيجي في يوم ويبيعني. ايه الغباوة دي؟ وانت بقى فرحانة الاخ معممك ولبسك السلطانية وهو مقضيها بالتلاسينة. مالكش دعوة باللي بيني وبين جوزي يا تسوقي، وما يا اخويا ابقى اشتكي لك، ابقى تعالى بخ سمك. لا سم ولا احزنون، انت اللي جايبة في الجنينية وعمالة تعيطي. في حضن امي يا اخويا بشكلها همي وبقول لها اللي نفسي فيه، ولا دي كمان كتير عليا، واذا ما كانش ليا مكان في بيت ابويا وامي هي اللي تقولها. لا ده انا قلبي وبيتي وحضني مفتوحين لك يا دنايا. طبطبي عليها يا اختي طبطبي، واحنا ان شاء الله البيت يقول لحبيبي انا هروح عشان ترتاحي. غوري علقتك دحية. ايه الغباوة دي؟ وبعدين الراجل ده هيفضل مبرطع في خيرنا واحنا مرميين رمية الكلاب دي؟ قولي البيه اللي بيدافع عنه. انا بدافع عن اختنا. اختنا؟ وإذا كانت أختنا شايفة حقنا بيتسرق وساكتة. لا إله إلا الله، هي ملهاش دعوة. يعني إيه ملهاش دعوة؟ الله، إذا كان يا ابني ساكت على حقها فيه، مش هتقصد على حقنا إحنا في فلوسه؟ طبعًا يا بيه، كل يوم جوازة لوز مقشر، وإحنا شغالين شغلانة سودة، بناخد منها كام ملطوش ما يكفوش حتى الدخان. كل واحد بياخد نصيبه، ما تبصش لغيرك وأنت هترتاح. وإذا كان غيري ده واكل نصيبي، أسيبه؟ ولا ما تردي يالا، ما تردي يا بتاع الجامعة. أرد أقول إيه؟ ما هو عرض عليكم تشتغلوا معاه. عتالين يا نهار اسود، هنشتغل عمال واحنا اصحاب مال. حياة امي ما يحصل ابدا، وانا اراك فواز الصياد لاخر نفس. سوقي حلوه التورته اللي جابتها النهار. تصدق انت واد بارد. شوف يا استاذ فهمي، انا قريت التظلم بتاعك وده خلاني ارجع الملف بتاع حضرتك وادرسه من جديد. اكتشفت ايه بقى؟ ادخل. اتفضل فندم. شكرا. اتفضل فندم. لا اتفضل يا باشا. شكرا استاذ. شكرا يا اسماعيل. اتفضل يا باشا. شد الباب. اتفضل. اكتشفت ايه بقى في ملف حضرتك؟ ان كل الفواتير الموجوده مش مختومه، عشان كده اترفضت، وعشان كده اتحدد لك التقدير الجزافي ده. واللي انا اقدر اقوله لك دلوقتي يا استاذ فهمي انك ترجع تراجع حساباتك تاني من جديد او تشوف لك محاسب يظبط لك الدنيا، انما انا شخصيا ما اقدرش اعمل لك اي حاجه. يا استاذ علي، يا استاذ علي، المبلغ المطلوب ده خراب بيوت، وانا مستعد اعمل اي حاجه بس يخس ويقل شويه معولين. وعلى فكره بقى يا استاذ علي، انا برضو ما بنساش الجميل وعينيا الاتنين ليك. شوف يا استاذ فهمي، اللي اقدر اقوله لك دلوقتي ان انا اعتبر نفسي ما سمعتش اي حاجه من اللي انت قلتها دي. اتفضل بقى من غير ما ترد. الو مين؟ ده مش موجود. مش عايزه كفته يا ماما. كل اللي قدامك يا نهى. انت بتزعق في البيت ليه يا حياه؟ ما تسيبيها تاكل ايه عاوزاه. مش لما تاكل انت الاول يا ست؟ انا بتحب باكل اهو. بتاكل فين يا علي؟ انت من ساعه ما قعدت ما حطيتش لقمه في بقك، هو في ايه بالظبط؟ بقول لك ايه يا حياه، انا دماغي مش رايقه عشان انت حياتك دي. اه ده انت مش طايقني بقى وكلامي واقف في زورك. انا بصراحه اتخنقت ومش عارفه ايه اخرتها. بقول لك ايه، لا اخرتها ولا اولها، اديني سايبها لك وماشي عشان ترتاحي. لا بقى، ده انت الشيطان ده في نافوخك بجد. ما تاكل يا بت. طب ما تقول انك واخدها حلوانه في سلوانه عشان تخلع. ايه اخلع دي يا حياه؟ هتنقي كلامك امال. والله نقوت الكلام من جنس العمل يا علي. بقول لك ايه،
انا مش عاوز خناق. وانا مش عاوزه اتخانق. امال عاوزه ايه؟ عاوزه اطمن عليك، عاوزه اعرف مالك فيك ايه. مخنوق شويه. مني ولا من الشغل يا علي؟ من نفسي يا ستي. ارتحتي كده؟ لا، اللي يريحني اني اعرف مالك. عاوزه اطمن عليك يا علي. طمني خالص، انا كويس. الموضوع بس بفكر فيه وشاغلني. الموضوع اياه تاني يا علي؟ ما تبلغ عنهم وتخلص. ربنا يسهل. لا بقى، انا عاوز اعرف انت رايح فين برضو. مش عارف ليه عندي احساس اني عاوز اتكلم معاها. مين ده؟ وهو ده بقى اللي جابني لحد هنا. قلت برضو فواز واعي وبيعرف يتكلم، هيعرف يطلع كل اللي جواه. هو انت مش بتقولي ان هو راح لابو الحاج واتكلم معاه؟ يا انهار ابويا دماغه عاليه، هيسمع منه ومش هيديله المفيد. لكن فواز بقى حاجه تانيه، هيمد ايده ويكبش ويطلع كل اللي جواه. ما بقتش فاهمه علي خالص. ربنا يسوقك يا فواز ويجي الحياه ويحقق لها كل اللي نفسها فيه يا رب. يا لهوي، انا خبطت على جارتي وسبت العيال عندها وجيت على ملا وشي، عاوز الحق اروح قبل ما يجي ويطين عيشتي. هو فواز هيتاخر؟ اختي والنبي ما عارفه. من يوم ما اتجوز الجوازه السودا دي ما بقتش عارفه له حاجه، ولا عارفه له مواعيد، ولا عارفه له نظام. حتى هي يا اختي ما بقتش بتقعد في البيت. خرجت من غير ما تقول له؟ نعم. انت ضايقه عن اخوكي؟ ده كان جابها من شعرها. بحسب صراحة يا أنهار، نفسي أشوفها قوي. مش للدرجة دي يعني، دي حتى شكلها ملخبط ومفيش حاجة راكبة على بعضها. زينب جد. طب بقول لك إيه، الأصول أم سلم عليها مش كده ولا إيه؟ يا أختي الأصول أكل مصارينها وأريح نفسي. يا بنت عيب بقى الله، وبعدين أنا عاوزة أشوفها. نص شرفنا. ميرسي. تعالي تعالي يا حبيبتي، تعالي اقعدي. لا معلش، راح فوت قلت ارتاح شويه لانه كتير تعبانه. وماله حبيبتي، البيت بيتك، الايام جايه كتير وان شاء الله نقعد مع بعض ونرغي للصبح. يا لهوي، البيت فارعه قوي يا انهار. يا اختي ارحميني شويه، انا هلاقيها منك ولا من اخوك فواز. راعي مشاعري يا حياة، مش كده؟ حرام عليك. يا واد انت الاصل يا ولا يا قمر انت. طيب ماشي، اذا كان كده ماشي. طب بقول لك ايه، انا هروح بقى، اول ما فواز يجي تخليه يعدي عليا او يبعت لي وانا اجي له. ماشي. حاضر. هاتي بوسه. جاتك 60 نيله على خيبتك يا اختي. تنيلي عليكي يا موقوسه. انا عايز اعرف بقى، هو في ايه بالظبط؟ هو ايه، هيفضل كل ليله كده بايت عندها؟ هو احنا مالناش حق فيه ولا ايه؟ انت يخرب بيتك، الولية قاعدة في اوضتها هتسمعك، بالراحة وطي صوتك. ما تولع بجسوستي، أنا مالي أساسا؟ الله، يا دي النيلة، يا لهوي يا أمه، هتنط. ماشي يا أنهار، ماشي. ورحمة أمي لا خليه يبات عندي الليلة دي، وهتشوفي. يا بنت هيطقلك عرق يا قبلة. طول عمرك تمسك التراب يتحول ده يا عم الصياد. يا ساتر يا رب، كل اعوذ برب الفلق. ايه ده؟ عارف يا فواز، كلامك اللي قلته قبل كده شغل بالي قوي. بس انا طول عمري بفكر ازاي الناس ممكن تبقى معاها فلوس كتير قوي كده، اللهم لا حسد طبعا، من غير ما يبقوا حراميه. ما تزعلش مني، انا عارف ان انت حد كويس وانك ماشي بما يرضي الله، عشان كده بسالك. اصل دي دايما الصوره اللي بنشوفها في الافلام وبنقرا عنها في الجرايد. يا عم انا ليا دعوه بافلامك ولا جرايدك، انا مسلمها لله وبشغل مخي وبتمشي. قول لي بقى، انت ازاي قدرت تخلي المصنع مصانع والشركه كبيره؟ يعني باختصار كده، ازاي قدرت تبني كيان الصياد؟ نسنس طول عمرك، نسنس فاكر من وانا صغير كل سطوح وليه بدروم وبين الاتنين سلم. انا البدروم بتاعي كان في يوم كنت رايح اجيب اختي حياتي المدرسه، كانت في ثانويه عامه. رحت يومها شفت حاجه بهرتني، شفت بسم الله ما شاء الله
بنات زي القمر، نور طالع من وشهم ولافين بوشوشهم بطرحه وملفوفه حوالين رقبتهم. والعدد ايه؟ سبحان الله قادر على كل شيء. العدد مش عارف عد. قلت سبحان الله، البلد دي مرضي عنها، البلد دي مرضي عنها، ما ملهاش حل، ولازم يبقى ليا دور فيها. دور ايه يا معلم؟ انت عرفت ان السكه كده في ركبت السريع وطرد وعامل فيها الشاب الواعظ ولابس الوش دوت. الله، اللي انت بتقوله ده فريق؟ ما تلم نفسك يا وفسح شويه. بنات وهو يا كلمه الحق بتقف في الزور ولا ايه؟ ربنا يهديك. يمكن في ناس زي ما انت بتقول عندها استعداد تتاجر باي حاجه حتى والعياذ بالله الدين، انما الحمد لله ربك رب قلوب وعالم بالنوايا، عالم بالنوايا يا فريد، وربنا يهدينا كلنا ويكفينا شر انفسنا. استنى بس يا حد، انت زعلت ولا ايه؟ هو في حد يزعل من فريد؟ يا عم انا عريس جديد ومش ناقص نكد ومنقر على المسا، اخاف على نفسي. طب استنى يا فواز، استنى يا اخ انا جاي معاك. عاجبك كده؟ بقالنا دقيقة قاعدين مع بعض. والله ما انا عارف يا حاج، بس ظهر اني عطلتك. يا ابني اقعد. الله الله، وانا بسألك عشان تقول لي عطلتك وهتقوم. ما انا عاوز نقول ايه بس يا حاج؟ عاوزك تقول القعدة دي كلها ما كانتش على الفاضي. والله يا حاج انا ارتحت اول ما اتكلمت معاك. تعالى يا ابني، اللي زي عايش يوم هو مستني ساعته. انا مش عاوز اقلق على حياه بنتي. يعني طولت العمر ليك يا حاج. طيب ولا اسر ما هواش دايم صدقني. انا علي عاوز اطمن على حياه بنتي. جرى يا حاج، انت ليه قلبتها دراما كده؟ وانت فيك حاجة لا سمح الله؟ كل واحد فينا بيجي عليه وقت يبقى عاوز يشيل من فوق عشان يمسك الحاجة اللي مهواش طويلة. بس انت علي مش محتاج ليه. عارف ليه؟ ليه يا حاج؟ لأن حياة بنتي مش بصة لأبوها ولا بصة لأخوها ولا في بالها انت بتاخد كام ولا هي عايشة ازاي. ايوه، ويوم ما بتتخانق معاك عشان تشتغل مع فواز يعني، فده عشان تريحك من العذاب اللي انت فيه يعني. هي دي حياة بنتي، هي دي حياة بنتي يعني. قلنا نقعد نتسلى. فواز حبيبي تقبرني ان شاء الله، اشتقت لك كتير كتير يا قلبي، كل النهار دق لك ما بترد علي. شغل بالي حبيبي، بيك شي ولا بقول لك تعال نحكي بأوضتنا براحتنا؟
يعني ايه حبكتي يا نور؟ الليله يا حاج، الليله وهتختار واحده فينا. والله شو، انا العروسه الجديده يا اختي. اوعي شويه كده، قلت ايه يا حاج؟ ايه يا نور؟ دي ضيفه عندنا، ضيفه. ماشي، قلت ايه يا حاج؟ قلت لا اله الا الله، لا اله الا الله. نهدى خلاص، ما بديهاش بقى. شو هيدا؟ ده يا ستي على مر العصور والزمن سلو في عيلة الصياد، لما نقابل مواقف حرجة زي دي نقوم نسأل سؤال، واللي تجاوب على السؤال الصح تبقى هي يا اختي بطلة الليلة. لا 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 لا، انا ما حصني بهيدا كله. تعالي اقف في الصف بدل ما تخش تقددي جوه مع نفسك. ها ها، يلا السؤال الاول. هدى. ايوه يا حاج. الرمانه فيها كام بذره؟ والنبي يا حاج اسالني سؤال تاني، والنبي. يا اختي اسمع الله. مش ليلتك يا هدى، مش ليلتك. سميحه. يجي حوالي يعني كده 485. الرمانه فيها 485 بذره؟ مش سؤالك يا سميح، سؤالك كم عدد سكان زنزبار؟ والنبي يا اخويا استعين بصديق. يا اختي اسمع الله. مش ليلتك يا سميح، مش ليلتك. انهار. يا عيني انهار. سؤال سهل، كم عدد طائر البطريق في القطب الجنوبي في الشتاء؟ يا اخويا وانا اعرفه في الصيف لما هعرفه في الشتاء. يا خساره مش ليلتك يا انهار. يا خساره. مايا. نعم. النهارده ايه في ايام ربنا؟ تنام. مكتوبالك ومكتوبالي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه جاي. ايه التاخير ده كله؟ اعمل ايه يا عم؟ ما بالعافيه على ما الراجل ساعه في الشغل رضي يسيبني، ما كانش عايز. هانت يا شعبان، ركك بس ناخد حقنا في ميراث ابونا وبعد كده تسيبها له بقرفها. بقول لك ايه يا تسوقي، انت شايف ان المشوار ده هيجيب فايده اساسا؟ طبعا. يا ابني مش بيقولوا الزن على الودان عمارة من السحر؟ طب ما احنا ياما زنينا، وكانت ايه النتيجه؟ ان انا وانت كنا هنلبس اسود ونروح في حديد، وهو علم علينا. غبي وجبان يا عم. اطمن اطمن، انا عارف تدخله منين المره دي. اهم حاجه حافظ اللي احنا اتفقنا عليه. حافظ يا عم؟ تحب اسمع لك؟ لا لا، بسمع قدامه. عايزك كده في التراسينا وراس يا شعبان. والله انا خايف لا يجيب لنا الحكومه المره دي. ادي الايام السوداء اللي انا فيها. يا ابني يا ابني ارحمني، اللي هنعيده هنزله كل مره ولا ايه؟ ده انت هم الاسود. طب ما تستنى تسوق اخد كوبايه شاي. انت طافي صياد بلاعه عمال تشرب بيها شاي. ارحمني بقى. والله انا خايف انه ما يرضاش يقابلنا اساسا. اقعد انبر بوزك الفاهر ده غاب ما تودينا في داهيه. حسابي يا ابني. ايوه جاي. يا نعمين يا استاذ. امسك. ما تخلي يا استاذ. عم امسك. من غير ايه قدامي؟ قدامي. طيب. سمك السودا دي. يعني ده جزاتي؟ ده جزاتي ان رضيت اقابلكم بعد كل اللي عملتوه؟ وانا اللي فاكر انكم جايين ندمانين وعايزين تصالحوني؟ بصراحه كده يا ابن عم ما يرضيش ربنا انك تبقى عايش في اليغمه دي كلها. متجوز بدل المره 10 واحنا طافحين الكوته ولينا عندك كتير وما خدناش حاجه منه. انت قاعد لسه مصدق الاسطوانه دي؟ الله، هو الحق بيزعل ولا ايه يا حاج؟ انت بتخن صوتك يا شعبان. انا بقول لحضرتك هو الحق بيزعل يعني يا حاج؟ حق ايه اللي بتتكلموا فيه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. يا حاج احنا مش جايين نقول كلام احنا قلناه قبل كده. امال جايين تتكلموا في ايه؟ بصراحة كده يعني احنا جايين نقول لك ان احنا راد اصول وعاملين حساب للقرابة واختنا اللي في بيتك، لكن لو العين دي زاد ما بيننا وما ادناش حقنا
يبقى المحاكم ما بيننا وبينك يا فواز. اه ومش هتبقى قضيه مصنع يا حاج. لا دي قضيه حاج وجوازتك تشهد. ده انت طلعت اجمل من شهران يا جدع. هاجر عليا انا؟ تصار يا ده وحشتكم بقى ولا ايه؟ وحضرتك عايز بخصوص ايه؟ موضوع شخصي. اه بس الحقيقه هو دلوقتي مشغول جدا، لو حضرتك حابب ممكن تسيب رقم تليفونك. طيب تسمح تقولي له سليم الاشقر حماك. حماك؟ بره! اطلعوا بره! واحمدوا ربنا انكم خارجين على رجليكم، يلا! المهم اللي يضحك في الاخر يا نجم. قابل في المحكمه ابن عمي. يلا يلا بره! هو يا عم بالكرامات الحمراء دي؟ هو يا عم الحاج؟ اهلا ستيم بيه. اهلا. ايه شوفي؟ لا لا ولا حاجه. اتفضل اتفضل. استغفر الله العظيم. العيال دي لو جت هنا تاني تطلب لهم الامن. حاضر. اتفضل اتفضل يا حبيبي. اتفضل اتفضل يا ستيم بيه. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر. انما ايه النور ده؟ نورت الشركه والمكتب. معلش كان لازم افضلك عشان نعرف نتكلم مع بعض براحتنا. انا خايف ما اكون جيت بوقت منه مناسب يا حاج. لا ما تقولش كده بقى، ازعل كده؟ ده احنا اهل وبعدين ده انا اللي مستنيك. انا قلت لنفسي خليني اترك لك وقت عشان تفكر براحتك. بس انت عجبتني قوي، قول لي ليه؟ ما تقولش يا عم انا هقول لك. انت عجبتني لما عقلت بنتك مايا وشلت من دماغها حكايه الطلاق دي. ابغض الحلال عند الله الطلاق. الله يفتح عليك. ومين قال لك انها بدها تطلق؟ هي بس اترعبت واتفاجئت وجهها شد عصبي وهيدا من حقها يا حاج. لا لو اترعبت واتفاجئت وجالها شد عصبي ده مقدور عليها نعالجها. بس انت غلطان يا حاج، غلطان كتير. كان من المفروض انك تقلي انه في ثلاث نسوان غيرها. كنت فهمتها وعقلتها. على ما اعتقد، على ما اعتقد قهوتك مظبوطة صح؟ قهوتي مظبوطة. عسل والله يا سليم بيه. احلى قهوة مظبوطة لسليم بيه. حالا يا فندم حالا. قهوة مظبوطة عند الحاج بسرعة. حاضر يا استاذة هناء. خير يا هناء؟ الحاج كان بيتخانق مع اولاد عمه ليه؟ تاني؟ تاني تسوق شعبان؟ ومش كده وبس، دي المصيبة كمان إن حماه كان هنا وسامع وشايف كل حاجة. حماه مين؟ أبو سميحة؟ أبو سميحة إيه؟ لأ، ده واحد كده شكله لبناني اسمه سليم الأشقر؟ أيوه هو ده. يا عيني عليك يا حاج، هيلاقيها منين ولا منين؟ دول عايزين يهبشوا من ناحية والراجل ده عايز يهبش من الناحية التانية. وتفتكروا الحاج هيعمل معاه إيه؟ والله بقى إحنا قدمنا له المعلومات اللي هو عايزها، هو عارف مصلحته كويس، هو مش صغير. هو ده أبو العروسة الجديدة مش كده؟ ايوه يا ستي هو. هي لبنانيه؟ خليكي في حالك يا هناء وركزي في شغلك. يعني هي عامله ازاي؟ شكلها ايه يعني؟ زي بتوع الاغاني كده؟ ما انت عارفاه صياد. هو جميل ويتحب بصراحه. ما انت اللي هبله، ده تكخيبه. حد يتجوز وهو شغال عند الصياد؟ اهو نصيب بقى. ده ربنا نجاها، ده انا عن نفسي خايف لا اشوف مراتي لحد دلوقتي. انت بس اسمعنا حقيقي انت معدوم كتير يا حاج. والله انت اللي عسل كتير كتير. لا يا حاج. حط يا عم عبد، حط. تسلم ايديك تسلم ايديك. خدمه تانية يا حاج. تسلم يا عم عبد، ربنا يكرمك. اللي فكرت بالعرض اللي قلت لك عنه؟ والله الشغل معاك مكسب يا سليم بيه. يعني وافقت على الشغل معاك؟ انما على الشركات التانيه دي مقلقه كده. ماني فاهم شو يعني. اشرب قهوتك، اشرب قهوتك. والله يا سليم بيه انا عصرت دماغي ودورت الحكايه كده جوه. حكم انا احب انفع واستنفع. طالما كل الشغل بما يرضي الله وربنا يكفينا شر الشبهات. اي شبهات يا حاج؟ يا خي هيدا سوق عرض وطلب وبضاعه وفي لقمه خبز هتتقسم علينا. وانا عايز لقمه الخبز دي تتقسم عليا انا وانت بس. ماني فاهم شو قصدك يا حاج. فاكر شريكك اللي عرفتني عليه في بيروت؟ ايه فاكره، مروان صبري. شو قصده مروان صبري؟ اقعد بقى.
اقعد، مش قلت مروان صبري؟ ممتاز مروان صبري، عرض علي عرض هايل هايل، بس انا ما رضيتش اديله كلمه. ولو شهيدة لحقت تعمل اتفاقية مع شريكي؟ لك يا حاج انت هيك بتهز صورتي بالسوق. صورة ايه بس وكلام فاضي؟ ايه يا سليم بيه، ايه الكلام ده؟ ما انا لو ما كنتش عايز اقول لك ما كنتش قلت لك من الاساس، بس انا عشان راجل دغري بحب اجيب من الاخر بقول لك، وعلشان الاقربون اولى بالمعروف انا عايز اعمل الصفقة دي مع جدك. شو هي هالفكرة هيدي؟ هو فتح سوق جديد برضو، انما في بيروت. بيروت؟ بيروت سوق وانت عارفه كويس، وناس زينا مش غريبة علينا، ولا لسان عوج ولا ناس افكارها غريبة. يا حاج العباية والحجاب منهم منتشرين كتير ببيروت، وهيدا ممكن يسبب خسارة. خلينا ورا المكسب الابعد، احنا لو عملنا حاجة شيك وشكلها حلو والوانها جديدة اللبنانيين يحبوا الموضة، ممكن دي تبقى موضة، وطالما خدوها وعجبتهم هتبقى موضة هناك، وهنكسب بدل الجنيه 100، انما في السواب بقى بدل الحسنة 1000. سواب وحسنة وفي بيروت كمان.